دكتور أسامة السعيد، إفريقيا أصبحت محورا رئيسيا في كل اللقاءات. أمريكا تعقد هذا اللقاء المنفصل، أمريكا إفريقيا، اليابان إفريقيا، إلى آخر هذه القائمة التي قد تطول. كيف تستغل إفريقيا هذا التكالب عليها؟ صحيح، هذا سؤال مهم للغاية، لأنه في النهاية حالة الاستقطاب الدولي كل القوى تدرك ماذا تريد من إفريقيا. المهم أن نعرف ماذا نريد نحن كأفارقة من هذه القوى. أول ما أعتقد أنه يجب أن يكون أولوية بالنسبة للقادة الأفارقة وبالنسبة لاختيارات القارة الإفريقية هو فكرة التفاوض الجماعي مع هذه القوى للاستفادة من قدرتها الاقتصادية. إفريقيا بحاجة لتنمية عاجلة وتنمية مستدامة تستطيع هذه القوى أن تقدمها بشكل أو بآخر. إذا ما نظرنا، تسمح لي هنا بمداخلة، هل لإفريقيا رفاهية الاختيار أو التنقل بين الأكثر استفادة؟ نعم، إذا كان هناك اتفاقا أو توافقا جماعيا يمكن أن يكون هناك نوع من أنواع الضغط. أما فكرة التعامل الفردي وفكرة بناء التحالفات الفردية والاستقطابات الفردية، أعتقد أن هذا خطر على إفريقيا ولا يخدم قضية التنمية. بالعكس، ما تريده القوى المتصارعة هو محاولة بناء التحالفات والمعسكرات المتصارعة داخل إفريقيا، بينما التصور الآمن والتصور السليم هو أن يكون هناك رؤية تفاوضية إفريقية موحدة من خلال المؤسسات الإفريقية القائمة، سواء من خلال الاتحاد الإفريقي أو من خلال التجمعات الاقتصادية مثل الكوميسا وغيرها من تجمعات جنوب القارة وشرق وغرب القارة. أتصور أن هذه هي هو المسار وهو المنهج الآمن بالنسبة للقارة الإفريقية حتى تستوفي أو تحصل على متطلباتها من التنمية في المقام الأول. قضية الديون أيضا من القضايا المهمة جدا التي تمثل أولوية بالنسبة للقارة الإفريقية، خاصة أن هذه القوى، نحن نتحدث عن الولايات المتحدة، عن الاتحاد الأوروبي، عن اليابان، عن الصين، هم الدائنين الكبار بالنسبة للقارة الإفريقية. يجب أن تكون هناك معالجة تنموية لهذه القضية، وهذا لن يتأتى إلا من خلال تفاوض جماعي وتحرك جماعي لدول القارة. أيضا ما يتعلق بفكرة الاستفادة من القدرات التكنولوجية لهذه الدول في رفع كفاءة الحكومات ورفع كفاءة أنظمة التعليم والإدارة والحوكمة الرشيدة في هذه الدول. وبالتالي هناك مكاسب يمكن أن نحققها من خلال حالة الاستقطاب وحالة التنافس الدولي. لكن أخشى ما أخشى أن تذهب الدول الإفريقية بشكل فردي، بشكل منعزل، لن تحصل على شيء. بالعكس، ستكون مجرد أداة على رقعة اللعبة، لعبة الاستقطاب الدولي، بينما التفاوض الجماعي وتوحيد الرؤية الجماعية لدول إفريقيا هو ما سيمكنها من الحصول على مكاسب حقيقية والاستفادة من حالة التنافس الدولي وتحويلها إلى مكاسب تصب في مصلحة التنمية الإفريقية.